احكي لي فكرت في ايه قبل؟ لا احنا كنا بقى زي ما الدكتور ايهاب قال لحضرتك، بس كابتن شوقي طبعا عارف الفكره، كابتن محمد شوقي كابتن الاهلي، طبعا كابتن منتخب مصر، فدعم الفكره معانا ولعب معانا في التيم. وهو عارف منين؟ هو من المنصوره اصلا ولا لا؟ يعني كان في تواصل بينه وبينه. هو عن طريق صديق لينا في لندن، كان هو كان صديقه اسمه محمد السعيد في لندن، فهو كان صديقه اصلا لما كان في محترف في الدوري الانجليزي اصلا. فكلمت حماده قلت له تعرف تجيب لنا، هو كان الفكره اصلا ان انا كنت بقول لهم يا جماعه السنه دي بقى لازم ندخل بشكل جديد ولازم نكسب نجيب جون، احنا بدانا نخس وشكلنا بقى يعني اي حد بس. فكله كان مقترح بعض الناس اللي موجوده عندنا في المنصوره بتلعب كره حلو وكده، فقلت لهم لا احنا عايزين بقى نعلى شويه يعني عشان يعني فكابتن محمد شوقي يعني جاب جون في البرازيل، دوري انجليزي، اهلي، 5 كاس امم، يعني حاجات كتير يعني. فاعتقد ان ده مناسب بيتهيألي للمواهب طبعا اللي موجوده، وكان على امل ان هو يسندنا، للاسف ما مشاش معانا. خسرنا، ما فيش كوره قابلنا وخسرنا بقى. لا مش بعرفش احنا مستوانا عندنا، لا اسلوب احنا مستوانا تعبنا. هو احنا كنا جايبينه بصراحه، احنا لنا كوره احنا غير اللي بيلعبوها، فهو هو طبعا جامد في الكوره يعني بتاعته، لكن الكوره بتاعتنا لا، يعني حتى الكوره بتاعتنا اياب جايبها بلاستيك. شوفي حضرتك دي كوره، دي كوره اللي بتتلعب دي؟ لا تعالي اتفرجي، عاوز بالله لا تعالي اتفرجي. احنا الكوره بتاعتنا، انا نفسي والله يقوم يوري لحضرتك الكوره يا هوا بلاستيك، يعني مش كوره اللي هم بيلعبوا. طب انت بتلعب ايه، دفاع ولا هجوم ولا فيرو؟ يا زي ما ربنا يقول. والهداف بتاع الهداف الفريق بتاعنا، هداف حقيقي، هو بيشيل اربعه، هم ما بيجيبوش جول يا جماعه. انا الهداف بتاع التيم. طب وانت بال 120 كيلو بتوعك ولا؟ انا باك يمين. انت باك يمين ده ساعات باك يمين. فين اصلا؟ هنا. باك يمين. وانت يا دكتور ولا دكتور؟ دكتور. وانت يا دكتور؟ انا الجوكر اللي كان بيتعب بخش بدل صانع العاب. الجوكر موجود في الجول، ماشي دفاع، اي حد يهنج او مدخل مكانه 5 دقايق وبعد كده يطلع تاني.